لولا تدخل كرديا الحاسم الذي أجل أمر التهديف. رد الضيوف جاء من تسديدة ارتدت عن الدفاع. رضا الهجهوج ناوش بإرساله تسديدة أوقفها الحارس علاء المسكيني. ملك إيفونا لم يتقن خاتمة هجمة لا تخلو من لمسات فنية. أصحاب الأرض تسللوا من الرواق الأيمن لاختراق دفاع الأحمر والذي انتهى بتسديدة لمصطفى كونتي. إيقاع المباراة انخفض دقائق قبل أن يباغت مراد باتنا الحارس محمد عقيد ومحبي الأحمر بكرة لا ترد. الوداد حاول التعديل على مرتين، ثاني مشهد لم يحسن رضا الهجوج إتمامه. المهاجم مصطفى كوندي وبمجهود محمود تمكن من تعميق الفارق بهدف ثاني. مع بداية الجولة الثانية كان الضيف الودادي متأخرا بهدفين ما أجبره على الهجوم، خطة لم يكتب لها النجاح بعدما صعقت رأسية نايف أغيرد شباك الأحمر بهدف ثالث. نتيجة المباراة انعكست على جمهور فريق الوداد البيضاوي الذي أبدى علامات غضب، مشهد عكس حالة الفريق. On avait des problèmes de solidarité dans notre équipe. On a réussi à rectifier ça. On a travaillé tactiquement toute la semaine. On a réussi à mettre en place notre tactique. Elle a très bien marché. Donc on est satisfait. Ce qui est le bon point d'aujourd'hui, c'est qu'on a réussi à retrouver une équipe solidaire qui se bat chacun les uns pour les autres. كنبغي نشكر اللاعبين فريق الفتح الرباطي اللي قدموا اليوم واحد المستوى كان كبير. يعني حققنا نتيجة إيجابية أمام فريق اللي كان هو فريق كبير هو فريق الوداد البيضاوي. الوداد نجح في تدليل الفريق بفضل متوسط ميدانه إبراهيم النقاش، هدف لم يكن ليمحي صورة الوداد أمام الفتح. صراحة النتيجة ما كناش متوقعينها، ما يعني صراحة ديالهم بعض الأخطاء اللي صراحة كنا نتفاداهم، هذه كيف ما تتقبل الفوز خصك تتقبل الهزيمة. الوداد إذن يضيع فرصة استمراره في ريادة البطولة ويسقط بثلاثية، فيما تقدم الفتح نحو مقدمة الترتيب لكي يلعب